خيره ورخيصه بجوج. سو هذا بالنسبه يعني الناس اللي يكونوا مهتمين شويه بهذا المساله. خويا امين تبارك الله عليك، عفاك بغيت نسولك، انا باغي نبدا اي كوميرس ولكن ما عرفتش منين نبدا، نصحني بشي توتوريال نبدا به. خويا بالنسبه الى كنتي غادي تبدا اي كوميرس، الاي كوميرس اخويا شوف هادشي اللي غادي نشرح لك اخويا، هادشي اللي غنقول لك هو اللي كاين، زعما هذا هو البروسيس، تتبقى غير مساله كل بروسيس يعني خاصك فيه بزاف ديال النقاط اللي بطبيعه الحال ما دايرش انا دوره هنا في اللايف باش نشرح لك كل نقطه، ولكن مرحبا بك يعني الا بغيتي تفاصيل اكثر او هذا راه تقدر تتصل بالمكتب ويحددوا لك موعد معايا. الوغ البروسيس ديال الايكوم تبدا من انك تلقى السلعه فاش غتبيع وتشري، واخا السؤال صراحه تيطرح عليا بزاف ولكن هذه صراحه اخر مره غنجاوب عليه لانه في انستغرام ولا ديما تيسولوني كيفاش نبدا ايكوم، ما نقدرش نبقى كل الوغ. تبدا من اختيار السلعه، خصك تختار السلعه فاش تبيع وتشري، هاد التليكوموند غنبيع فيها، هاد البرودوي غادي نبيع فيه وشري، يعني خصك تختار السلعه. اختيار السلعه ما خصكش ترتبط بها بالايموشنز ديالك، يعني ماشي عجباتك هذه تقول وا هذه راه مزيانه، اذا صافي غتحكم على السوق انه غتعجبو، يقدر السوق تعجبو تقدر ما تعجبوش، يعني تقدر تحطها في السوق وما تعجبش السوق، متفقين؟ كيفاش غادي نختار السلعه وكذلك شوف حاجه وحده اللي ما تدخلش بها راسك لي سبايتول، تخدم بلي سبايتول داكشي هذاكشي، متى نهضروا على الاسواق العالميه في مراكش راه ملي تقول السوق ديك السوق الايكون كامل، وفي المغرب كاين جوج نواع، نقولوا ثلاثه انواع الناس، كاينين الناس اللي كيصوبوا دي برودوي ديالهم هنا في المغرب وكيبيعوهم كوسو سوا بمجموعه من المجالات، كاينين الناس اللي كيبيعوا ويشريوا في السلعه ديال الشينوا، تتقول لي السلعه الشينوا قول لي كازر سالينا، وكاينين الناس اللي تي امبورتيو السلعه ديالهم او لا تي امبورتيو السلعه كيصوبوها على برا سواء في الكوزميتيك سواء في بزاف د الحوايج، هادو ثاني نوع اخر. انت خويا غادي تخدم مع ملي شوف نصيحتي لك بغيتي تبدا غتبدا بداكشي اللي موجود اللي في السوق صراحه، غتبدا جينيرال كاينين كازا، تتقول كازا ما غتخدم لا بسبايتو ولا تا تكون باغي تخدم اسواق عالميه وديك الساعه هضره اخرى. صافي اختارينا النيش، مشينا للسوق عرفنا السوق هذا الثمن، المهم كاين بزاف الهضره في الثمن في هذا، المهم هذه هضره اخرى. ندوزو للنقطه الثانيه، النقطه الثانيه هو خصك تعلم فيسبوك ضروري، ما يمكنش انك دير ايكوم دير ايكوم كاش اون ديليفري، مي العصر الحالي شوف دابا اي حاجه بغيتي دير بغيتي تخدم السيرفيس راه خصك تمشي تقرا فيسبوك، فيسبوكات الخوت الله يرحم ليكم الوالدين، ثلاثه الحوايج خصنا نقراوهم دابا في 2000 اللي باقي ما قاريهم خصو يمشي يقراهم، لان دابا خويا كتقرا في الان سي جي، كتقرا التجاره، كتقرا الاقتصاد، دراري الايكوم بعيد انت خويا، بيع وشري، انت بيع وشري تتبيع في الحانوت خويا، خصك تمشي تقرا اول هدف، خصك تشوف الهدف اللي خصك دير ليا في 2021 سير اخرى اقرا على فيسبوك ادز، يوتيوب كاينه المعلومه فابور اخويا، ولي الاشاره خوتي بلا ما يزرب عليكم شي واحد شري هاد الدوره ولا اليوم جا عندي واحد السيد شاري دوره اقسم بالله انا تنمرر الرساله بصدق كيف ما وصلتني، قال لي يا سيد شرا دوره ب 4000 درهم دروب شيبين، ما عرفت شي واحد راه هاد الايام تيبيع، جاوني تيجوني الدراري ديال دروب شيبين بزاف، تيبيع شي واحد دوره ديال دروب شيبين، السيد اللي هضر معايا اليوم تيقسم لي بالله ان الدوره اللي شراها ب 4000 درهم كلها لقاها في يوتيوب، داكشي هزو من يوتيوب حطها باع يعني، وقال لي السيد انا تنطيق فيه والسيد كان تيبان لي في شكل وتيبان لي في الفيديوهات في يوتيوب وتت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 ت
يوتيوب، قال لي النفس، قال لي لا جديد. يعني اخويا المعلومه فيسبوكات بغيت تمشي تقرا عليه، سير غير يوتيوب. انا تنقول لك اخويا تيقني، سير غير يوتيوب، قرا في يوتيوب، تطبيق هضره اخرى قرا بعدا في يوتيوب، حيد الجهل قرا في يوتيوب. خويا خصك تقرا على الادورد، تعرف شنو هو ادورد، تعرف كيفاش دير الاشهار في الادورد، خصك تكون تمشي تقرا. راه تنقول لك اش خصك تقرا دابا، ماشي الحرب البيزنطيه. راه الحرب البيزنطيه دوك راه تقاتلوا وشي قتل شي وشي ربح وشي مات. الحرب البيزنطيه ما عندهاش نفعك. اذا الشعب الذي لم يعرف تاريخه ولم يعرف هادشي ما نافعش دابا. خصك تعرف حاضرك اذا كنت تريد ان تعرف مستقبلك. حاضرك هذا سير قرا مسخوط الوالدين هادشي. وبقى تابع لي المناخ في استراليا في الجنوب الشرقي، مهب الريح الى معتدل، وفي فرنسا لا تصب الشتاء. داكشي راه ما خدامش ليك دابا. دابا اخويا الماني كلا بوتي دابا علاش كتقرا هادشي؟ كتقرا باش دير الفلوس، باش تخدم ودير الفلوس. خرا الفلوس، ها سير تقرا على ادورد، سير قرا، سير اخويا، سير اخويا، سير اخويا قرا على 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 فيسبوكات ضروري. هاد الجوج شوف قرا غير هاد الجوج بعدا حرف فيهم الاميه، حرف فيهم الأمية مهم. راه هادشي خصك تمشي تقرا دابا، ديرها في 2020.
كو سوا كنتي تاجر ولا كتقرا ليكونومي ولا كنتي تقرا لي ان سي جي ولا كنتي تقرا في ان سي جي تدبير المقاولات ولا جو سي باش كتقرا. سير اخويا قرا هادشي، راه هذا هو العلم، هذا هو العلم. وهذا العلم هذا راه تيقريوه الخوت، راه كيجي واحد لابس كرافاطا كيمشي يدير لهم فورماسيون في ان سي جي كيقول لهم اجي نقريكم لو اي ماركتينغ، لو اي ماركتينغ. وتيقول لها اي ماركتينغ بون سا 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 هكا تيدوزو كرافاطا طن تمشي تيفهمتي تيجيبهم للجامعه وتيقول لهم نقريكم لو اي ماركتينغ، تمشي لصحاب لي ان سي جي هو لو اي ماركتينغ. قسما بالله ما تعرف منين يجي، تحط له تقول له يلاه وانت اخويا كتقري 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 اخويا سميتو تتقري انت واعر تتقري لو اي ماركتينغ. دروب شيبر ما يعرف كيفاش يدير ليه، حيت كون كنتي كتعرف دير دروب شيبر ما تمشي تقري لو اي ماركتينغ. ما عطان كلاشي انا ما عنديش مشكل يعني اخويا، سير قرا هذاك الشيء، سير قراه راسك، ما تمشيش عند خونا كرافاطا ويبدا يقول لك لو اي ماركتينغ ب 5000 درهم و 10000 درهم، حيت هذوك هذا الشيء باش يديروا هاد لي فورماسيون، وغالبا تيكونوا الضحايا الناس ليكونومي ولي ان سي جي وهذا. راه تنقول لكم سير قرا هاد الشيء، هذاك الشيء غتقرا شو غيقريك بوب بوب، فهمتي بوب غيقريك حسن منه. انا نجيك من الاخر اخي، السلام عليكم. هاد الشيء سيروا قراوه الخوت، حيت هاد الشيء اللي ولات محتاجه الوقت، هادشي اللي محتاجه له. دخل لي فوروم المنتديات، المنتديات شوف 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 المنتديات. شوف اخويا عندك جوج الحوايج، يا غتبع ليا شي واحد وتبقى ديما مقابلو، يا تمشي للمنتديات وتشوف العلم تيتشتت. المنتديات انا تنقول لكم المنتديات فيه العلم يتشتت. دير الفوروم اي ماركتين، فوروم ديجيتال، فوروم راه تنظن نقول لكم على قولة الله اكبر، راه كاين كاين منتديات غتلقى فيهم سي بي اي، غتلقى فيهم هذا، غتلقى فيهم، غتلقى فيهم بزاف ديال الحوايج، غتعرف بزاف ديال لي دومين، وزير ديك الساعه تخصص فاش ما عجبك. المهم الخوت راه هذا هما لي تول، هذا هما الادوات. شي كما كيقول لك في المدرسه، جيب ليا في الدخول المدرسي جيب ليا قلم احمر واصفر وكتاب، وهذا راه نفس المساله. راه خاصك دابا لبغيتي الانترنيت وهذا الشيء، راه خاصك تعرف تخدم فيسبوك وادورد، بعدا تكون هاد الجوج عندك، يكونوا عندك.